بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من كلام مأثور ومستفيض عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سؤال نستنتجه أو نستنتج إجابته بشكل جمعي هذه الليلة وبشكل مختصر، أقدم له بهذه المقدمة السريعة: كل نبي من الأنبياء، كل وصي من الأوصياء، كل صديق من الصديقين يتميز بقيمة من القيم العليا تكون سبباً لاختياره للرسالة، للنبوة، للإمامة. الله سبحانه وتعالى اختار إبراهيم إماما لما ابتلاه في أمور معينة ونجح فيها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن في عنصر معين، قال إني جاعلك للناس إماما. في الروايات عندنا إن الله عز وجل اطلع على خلقه اطلاعا، لا كاطلاعنا نحن هنا وهناك لتقريب الصورة، فرأى أن موسى الكليم أكثر الناس تواضعا فاختاره للنبوة. يعني الميزة عنده التكامل في مقام التواضع، الله سبحانه وتعالى اختاره لذلك. هذا مو معناه أن القيم الأخرى غير متكاملة عنده، وإنما في زمانه لا يوجد من هو أرقى منه من هذا الحيث بهذا اللحاظ. لو نتأمل في الروايات، القيمة العليا عند النبي ما هي؟ يبدو والله العالم تكامل الأخلاقي، تكامل الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، عند الإمام علي ما هي القيمة العليا؟ رواية عندنا في هذا الشأن عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لو احنا نتأمل الآن حتى نكتشف القيمة العليا عند الإمام علي، كل واحد منا سيقول شيء، لكن الإمام الصادق هو الذي وضع بصائرنا على الهدف. قال لرجل: انظر بما بلغ علي ما بلغ عند رسول الله صلى الله عليه وآله فالزمه. شوف عن الإمام علي كيف وصل لهالرتبة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، تمسك بهذا الشيء. قال: بما بلغ علي ما بلغ عند رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن احنا لو نفكر ونبحث كيف الإمام، يعني ما هي الصفات التي كانت عند الإمام علي حتى وصل إلى رتبة أصبح نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، كل واحدنا سيقول كلام. الإمام قال ما بالغ، لاحظوا، ما بالغ علي ما بالغ عند رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة. ما في أحد بمستوى الإمام علي في الصدق، وما في أحد بمستوى الإمام علي في الأمانة، لا الشجاعة ولا العبادة ولا غير ذلك، صدق الحديث وأداء الأمانة. يصير الإمام علي وصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ونفسا لرسول الله صلى الله عليه وآله،
ولا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن لو فكرنا، الإمام الحسن ما هي القيمة العليا عنده؟ الإمام الحسين ما هي القيمة العليا عندها؟ الآن لو نفكر، شنو هي القيمة العليا عند الإمام الحسين اللي صار سيدا؟ هو الإمام الحسن سيدا شباب أهل الجنة. كيف وصلوا لها الرتبة هذه؟ ريحانتاي، لازم في أسباب معينة، لازم في جذور. طبعا هذه ربينا، ها، إذا نتكلم عن موسى نقول التواضع، هذا يعلمنا على التواضع كما نصير متواضعين. إذا قيل القيمة العليا عند النبي التكامل الأخلاقي، نكون نحن نتحرك نحو التكامل الأخلاقي. إذا عند الإمام علي صدق الحديث وأداء الأمانة، هذا يعلمنا على ضرورة أن نكون صادقين في أحاديثنا، محافظين على الأمانات. كل هذا له هدف تربوي هام. هنا عند الإمام الحسين ما هي القيمة؟ لو احنا فكرنا جميعا، شنو هي القيمة عند الإمام الحسين؟ ها؟ اللي الإمام الحسين وصل إلى هذه الرتبة العليا عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، ما هي القيمة العليا؟ شوي لو نتأمل يبدو لي، والله العالم، شوف أنتم تأملوا، يبدو لي أنه أعطى كل وجوده لله. ترى مو هينا أن الإنسان يعطي كل وجوده لله. وخلي الواحد الإنسان بينه وبين نفسه يفكر، يقدر يعطي فلوسه كلها في سبيل لله، يقدر يعطي وقته كله لله، يقدر يعطي كل ما يملك من العيال والأموال والجاه والعمر والنفس، كل ذلك خالص بلا مصلحة لله. خلي شوف تأمل شلون هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. ولهذا جاءت هذه الكلمة، إن لك درجة في الجنان لا تنالها إلا بالشهادة. شهادة هي رمز هنا لهذا المعنى، أن كل وجوده، كل وجوده سخره لله سبحانه، كامل خالص. ها، هذا هو الامتحان. يبدو أن الإمام الحسين سلام الله عليه رضع هذا الأمر من رسول الله. احنا نتعلم هذا الموضوع، نتعلم من الإمام الحسين كيف نقدم أوقاتنا لله، نقدم أموالنا لله، نقدم أنفسنا لله، نقدم جاهنا لله، نقدم سمعتنا لله، نقدم كل ما نملك لله سبحانه وتعالى. أنا إذن نقترب شيئا فشيئا من الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما رضعه أو ارتضعه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من ذلك الإبهام من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعطيه إبهامه آنا وآونة لسانه، فاستوت منه طبائعه غرس، سقاه رسول الله نبعته، فطاب من بعد الطيب الأصل فارعه أفضل الصلاة والسلام محمد وآل محمد صلوات علي بن أبي طالب صلي وسلم عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا يا إلهي بمحمد وآل محمد، صلواتك عليهم أجمعين. محمد صلى الله عليه وسلم.
محمد وآل محمد. لما أكملت مولاتنا الزهراء سلام الله عليها شهرها السادس في حملها بمولانا أبي عبد الله حبيب النبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهما أجمعين، واقض حوائجنا وحقق آمالنا واطل أعمارنا في خير وعافية، واشف مرضانا وادفع عنا كل سوء ومكروه، ويسر لنا كل عسير، فرج أمورنا وارحم موتانا جميعا لا سيما موت المؤسسين والحاضرين، بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين. محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هبطت عليها حورية من حوريات الجنة اسمها لعيا، فرشت لها درنوكا من درانيك الجنة يشبه المصلى وجلستها عليه، وبينما هي كذلك مولاتنا الزهراء عليها السلام تنتظر فرحتها، وإذا بنور الحسين بين يديها أفضل الصلاة السلام عليك يا رسول الله محمد.